برج السرطان ملك الكتمان، شخص حساس وعاطفي جدا، ما بيبينش ابدا مشاعره بسهولة، بيتأثر بأقل حاجة وبيتضايق من أبسط موقف، وده لأنه بيتعشم في الناس اللي بيحبهم جدا، بيبقى دايما مستني ان هم يعاملوه بنفس الطريقة اللي بيعاملهم بيها، خصوصا لأنه بيدي قوي، هو معطاء جدا، هو بيهتم بتفاصيل اللي بيحبه بشكل رهيب، بيبقى جنبه طول الوقت وبيحاول يهتم بيه ويدعمه، عشان كده بيبقى مستني نفس المعاملة، ولما ما بيلاقيهاش بيكتئب. المشكلة بقى مش في انه بيبقى مستني منك تصرف معين ولما ما بيلاقيهوش بيكتئب، المشكلة انه لما بيكتئب ما بيقولكش هو ليه مكتئب، يعني ما بيحاولش يفهمك هو ايه اللي ضايقه، ما بيحاولش يفهمك او يبرر لك اللي زعله منك، ما بيحاولش يشرح، بياخد بعضه ويجري على جنب، يقفل على نفسه ويقعد لوحده متضايق ويستنى لما انت تعرف لوحدك، ما انت اصلك لو مهتم كنت عرفت لوحدك. بيعشق الذكريات وبيعرف ازاي يعملها، بيعرف يصنع من كل حاجة ملهاش قيمة حاجة ليها قيمة كبيرة قوي، يعني ممكن مثلا تلاقيه محتفظ بكيس شيبسي كان حد بيحبه مديهوله وهو في ثالثة ابتدائي، ده غير انه ما بينساش حاجة ابدا، يعني هتلاقيه فاكر كل حاجة عملتها معاه سواء حلوة او وحشة باليوم والساعة، لو فكرت النهاردة تعمل حاجة تضايقه هتلاقيه بيفكرك بحاجة عملتها شبهها من 10 سنين عادي جدا. هو مش بس ما بيعرفش ينسى حاجة، هو كمان كل حاجة بتتسجل جواه بإحساسها، يعني بيفتكر أنا ساعتها كنت حاسس إيه، الوجع اللي اتوجعته أو الفرحة اللي فرحتها، كل حاجة بيفتكرها بالظبط، وده لأنه حساس جدا ولأن كل حاجة بتأثر فيه وبتفضل معلمة جواه، وعشان كده ممكن جدا تلاقيه قاعد بيهزر وبيضحك ومفيش أي حاجة وفجأة اكتئب لمجرد إن افتكر حاجة ضايقته حصلت من زمان، بيسترجعها بنفس إحساسها ساعتها وبكل المواقف والتفاصيل بتدور قدامه كأن انها بتحصل من اول وجديد. السرطان معظم علاقاته العاطفية فاشلة لانه دايما بيقع في حب الشخص الغلط، ما بيحكمش ابدا عقله في اي حاجة بيدخل عليها، بيمشي ورا قلبه وبس، بيصدق قوي اللي هو بيحسه، ما بيعرفش يسيب حد بيحبه بسهولة، بيضحي كتير قوي وبيفضل متمسك بيه لحد اخر لحظة، بيسامح مرة واثنين وتلاتة وبيقدم كل التنازلات لدرجة ان الشخص اللي معاه ما بيبقاش متخيل في يوم من الايام انه ممكن يمشي، ولما بيمشي بيتفاجئ ما بيبقاش مصدق. شخص طيب جدا وكريم جدا، معطاء قوي، بيحب طول الوقت يدي اللي قدامه، سعادته في انه يشوف اللي حواليه واللي بيحبهم مبسوطين وفرحانين. السرطان كمان مصرف جدا، بيحب يتبسط ويبسط كل اللي بيحبهم، مفيش فلوس بتقعد في جيبه، الفلوس بتيجي من هنا بتطير من هنا ما تعرفش راحت فين، بيحب جدا يصرف فلوسه في انه يفرح الناس اللي بيحبهم، يعني مش مهم اجيب لنفسي اي حاجه في الدنيا زي ما مهم ان انا اجيب حاجه تفرح حد انا بحبه، بيهتم جدا باللي بيحبهم، بيحس ان سعادته في سعادتهم، ولانه بيخاف جدا على مشاعره وبيخاف تتاذي ما بيحبش ابدا يعبر عنها، ما بيحبش يقول لحد على اللي هو حاسه، بيخاف يعبر عن حبه مثلا لحد فيقول له انه ما بيحبوش او انه ما بيبادلوش نفس المشاعر، وعشان كده بيحتاج وقت طويل قوي لحد ما يوصل للمرحله اللي فيها يعترف لك بحبه. الحب بالنسبه له يعني اهتمام، يعني لو انت ما بتهتمش بيا تبقى ما بتحبنيش، لازم تاخد بالك مني، لازم تسال عليا، لازم تحاصره كده باهتمامك، تفضل تطلع له طول الوقت من كل حته، في التليفون شوية، على الباب شوية، تجيله تحت البيت شوية، المهم انه بيحب المفاجآت وبيحب الاهتمام، ده غير انه كمان رومانسي جدا، بيغرق اللي بيحبه في بحر من الرومانسية، تلاقيه طول الوقت ممكن يكتب له شعر، ممكن يكتب له اغاني، مش بعيد كمان يكتب له جواباته ويبعتها له على البيت، بيعيشوا حالة كده من افلام الابيض واسود القديمة، حالة الحب بتاع زمان اللي ما بقتش موجودة دلوقتي، هو ده اللي طول الوقت بيدور عليه. مزاجه بيتغير كتير جدا، وده عشان زي ما قلنا قبل كده هو ما بينساش حاجة، كل حاجة بتبقى متخزنة جواه، عشان كده ممكن تلاقيه قاعد عادي جدا وفجأة قام مكتئب لمجرد ان هو افتكر حاجة ضايقته، انت تبقى فاكر انه مجنون وانه بيكتئب من غير سبب، لكن الحقيقة ان هو عنده سبب، وده اللي بيخلي الناس كلها تقول عليه كئيب جدا، لكن هم ما يعرفوش انه برضه بنفس الطريقة ممكن جدا تلاقيه فجأة مبسوط وفرحان وبيضحك وبيهزر لمجرد انه افتكر حاجة فرحته، لكن لان برضه زي ما قلنا ان هو دايما بيقع في حب الشخص الغلط وان معظم علاقاته العاطفية فاشلة، طبيعي جدا ان تلاقي معظم ذكرياته والحاجات اللي بيفتكرها كلها كئيبة وتجيب الهم وتجيب اكتئاب. بيحب اصحابه بشكل مش طبيعي وبيغير عليهم جدا، هي دايما الصحبة اللي هتلاقيها لو عرفتي بنت غيرها او خرجتي من وراها او حتى ارتبطتي بتغير عليكي وبتقولك لا ما تنزليش من غيري، لا ما تعمليش من غيري، لا انت بتحبيه اكتر مني، بتغير عليكي حتى من حبيبك. شخص دايما عنده استعداد انه يضحي بكل حاجة عشان خاطر اللي بيحبهم، عشان يشوفهم مبسوطين ومرتاحين حتى لو هيجي على نفسه، هو الصاحب اللي دايما لما اي حد من اهلك يسألك انت اتأخرت بره ليه تقوله اصل كنت مع فلان،
انت كنت بتعمل ايه النهارده؟ اصل كنت بزور فلان، لدرجه ان اهلك كلهم بيكرهوه وشايفين ان هو سبب بوظانك وان هو اللي مفشلك وعايزينك تقطع علاقتك بيه. بيحب بيته جدا وما بيرتاحش غير فيه، لو سافر يومين بره بيبقى دايما مشتاق ونفسه اللحظه اللي فيها يرجع لبيته ولسريره ولقطه ولكل حاجه بيحبها. خجول جدا، هو الشخص اللي دايما لو قعد مع ناس جديده او قعد في قعده فيها ناس كتير ما يعرفهمش ما بيتكلمش خالص، بيفضل قاعد ساكت لدرجه ان الناس كلها ممكن تفتكره مش طايقهم او مش حابب القعده، مش طايق يقعد معاهم ومش عايز يتكلم مع حد. لكن الفكره كلها ان هو بيبقى مكسوف، بيبقى مش واخد على الناس ومكسوف يتكلم معاهم، مش واخد راحته. لكن بمجرد ما ياخد عليك وياخد راحته محدش هيعرف يسكته. ما بيسامحش اللي بيغلط في حقه بسهوله، وبيحتاج يربيه شويه ويعلمه الادب، لان مشاعره عنده حاجه غاليه جدا، ما ينفعش حد يجرحه، ما ينفعش حد يقول له كلمه توجعه. ما هو لو انت قلت له كلمه توجعه تبقى ما بتحبوش، بالتالي تبقى ما تلزمهوش. ولو في يوم من الايام سامحك وعدها لك، هيسامحك بس عشان هو بيحبك، مش هيسامحك عشان انت تستاهل تتسامح. يعني هو لو ما بيحبكش مستحيل يسامحك، هيخرجك من حياته من غير تفكير. وبعدين خد بالك ان هو حتى لو سامحك مستحيل هينسى، فما تحاولش تكرر نفس الحاجه تاني. من الاخر، عايز تكسب قلب السرطان، حسسه بالامان واهتم بيه وراعيه تاخد عينه كمان.